الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عيالي بناتي في هذا البرنامج أبناؤنا يسألون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدوركم ويسر أموركم ويسعدكم في الدنيا والآخرة. من الأمور التي ينبغي أن نبتعد عنها أن لا نجعل هناك تبرير عند الاعتذار، لا تبرر عند الاعتذار، قل والله أنا غلطان، أنا مثلا اليوم والله نمت، أنا اليوم والله فعلا أخطأت في حق فلان مثلا. الإنسان يتعود على الاعتراف بالخطأ، التبرير ما ينفع، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كعب بن مالك وهو من كبار شعراء النبي عليه الصلاة والسلام تخلف عن غزوة تبوك رضي الله عنه، والتخلف هذا صعب، ما ينبغي للمسلم أن يتخلف عن الجهاد. المهم تخلف عن غزوة تبوك، فجاء يعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف، قال يا رسول الله ما فيني شيء، وأنا عندي مو بس دابة، دابتين عندي، ومع ذلك أنا ما ذهبت للجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق. الإنسان عندما يعترف بخطأ هذا يدل على قوة شخصيته، ليش يخدع نفسه الواحد، ليش يخدع نفسه؟ غلطان، نعم غلطان، وبالعكس إذا إنسان اعترف بخطأ يتوب إلى الله. الإنسان اللي ما يتوب، اللي ما يعترف بخطأه، يصر على أنه مو غلطان. طيب إذا أنت ما تعترف بخطأك، إذا تحمل والعياذ بالله غضب الله، تحمل عذاب الله يوم القيامة. عموما هذه مسألة مهمة، أن لا نجعل التبرير عذر حتى نقول والله إحنا معذورين، وسبب العذر هو هذا التبرير الذي لا ينبغي. طيب معنا الآن هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي عبد العزيز فواز، ويا شيخ عندي لك سؤال، ما الفرق بين الصور المكية والصور المدنية؟ جزاك الله خير يا عبد العزيز على هذا السؤال. طبعا الفرق بين الصور المكية والصور المدنية، أولا هناك ضابط زمني يبين هذا الفرق. الصور المكية كل ما نزل قبل الهجرة، كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، ولو نزل خارج مكة فهو يعتبر مكي. الصور المدنية كل ما نزل بعد الهجرة هو من الصور المدنية، ولو نزل خارج المدينة. هذا هو الضابط المهم في معرفة الفرق بين الصور المكية والصور المدنية. طيب الصور المكية أيضا لها يعني ميزات وخصائص. المكية تبدأ بيا أيها الناس أو يا بني آدم. الصور المكية فيها الحروف المقطعة ما عدا طبعا البقرة وآل عمران، لأن البقرة وآل عمران مدنية. كذلك تتميز الصور المكية بوجود سجدة التلاوة. كذلك في المكية فيها أيضا قصص الأنبياء وقصص كذلك السابقين، هذه من خصائص صورة من خصائص الصور المكية. طيب أما الصور المدنية فهي تختلف، تبدأ بيا أيها الذين آمنوا أو يا بني إسرائيل أو يا أهل الكتاب. كذلك الصور المدنية يعني يكثر فيها الأحكام والحدود، وهذا يعني كثير في صور المدنية. الصور المدنية أيضا الله سبحانه وتعالى جعل فيها الأمور التي تتعلق بالأمور الأسرية، الأمور الجنايات، الأمور التي فيها يعني الأحكام، الصيام، الصلاة، الزكاة وهكذا. كذلك الصور المدنية فيها ذكر المنافقين، لأن النفاق ما ظهر إلا في المدينة. تقريبا هذه يعني الفروقات، ولعل فيها أكثر من ذلك، لكن عموما هذا بشكل عام.
هذا هو الجواب على هذا السؤال. طيب نطلع الآن فاصل ونعود إليكم إن شاء الله بعد قليل. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم بعد الفاصل، حياكم الله عيالي بناتي في هذا البرنامج أبناؤنا يسألون. معانا هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي سلمان فلاح مطلق الرشيدي. يا شيخ عندي لك سؤال، ما هو فضل كلمة التوحيد؟ جزاك الله خير يا سلمان. طبعا من فضائل التوحيد أن الذي يقول لا إله إلا الله يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها مخلصا من قلبه أو نفسه. كذلك من فضائل التوحيد أن هذه الكلمة العظيمة هي أعلى شعب الإيمان. أعلى شعب الإيمان كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعب من الإيمان. كذلك هذه الكلمة العظيمة من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة. إنسان إذا أراد أن يكون من أهل الجنة عليه أن يخلص بقوله لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي الكلمة العظيمة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون. الكلمة هذه معناتها لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة فيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. والعقيدة هكذا تنبني على ذلك، نفي وإثبات، لازم الأمرين مع بعض. إذا نفى يجب أن يثبت، لا يقول مثلا لا إله ويسكت، أو يقول إلا الله ويسكت، لا، لا إله إلا الله مع بعض. إذن هذه الكلمة العظيمة فضائلها كثيرة جدا، وهي كذلك في الميزان عظيمة جدا أيضا. إذا وضعت فإنها أثقل ما يكون في الميزان. والإنسان نجاته إذا وحد الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة. ربما الإنسان يفعل الخيرات وأخلاقه طيبة لكن ما في توحيد، ما في توحيد لله عز وجل، ما في يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وكذلك في أسمائه وصفاته. ينزه الله سبحانه وتعالى ويعظم الله سبحانه وتعالى، ولا الأخلاق الطيبة والأعمال الطيبة إذا ما فيها أصل فإنها هباء منثورة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. الإنسان ربما يتعب ويشقى لكن إذا ما في إيمان ما ينفع ذلك. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه المسائل في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، كما قال عز وجل في كتابه الحكيم: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لماذا؟ لأن ما في إيمان. لذلك الإيمان هو أساس كل الأعمال الصالحة سواء أقوال أو أفعال. طيب هذا الجواب على هذا السؤال. الآن نأخذ سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي علي يوسف العرفج، وعندي سؤال يا شيخ، متى أصلي الوتر؟ جزاك الله خير أولادي علي على هذا السؤال. طبعا سؤالك متى أصلي الوتر؟ الوتر تصلى بعد صلاة العشاء. حتى لو مثلا أنت يا علي صليت المغرب والعشاء جمع تقديم، لا تصلي الوتر إلا بعد وقت العشاء. وعندك صلاة الوتر طول الليل من بعد العشاء إلى قبل الفجر، هذا كله يسمى وتر. فإذا مثلا أوترت أول الليل فأنت أديت صلاة الوتر، أو نصف الليل أو آخر الليل كلها تعتبر وتر. لكن انتبه يا ولدي، تكون بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. واحرص على الوتر، كان عليه الصلاة والسلام ما يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر، ما كان يتركها. لذلك كان يحرص على الوتر
ويحرص كذلك على سنة الفجر، وهذا يدل على أهمية هذه الصلاة. والإنسان عندما يصلي الوتر أيضا له خيار إن إما يصلي ركعة واحدة أو ثلاث ركعات، سواء كانت هذه الركعات الثلاث متتالية بتشهد واحد أو يصلي الشفع بعدين يصلي وراها ركعة واحدة وتر، هذا يعتبر ثلاث ركعات، أو يصلي خمس أو سبع وهكذا. فهذه سنة النبي عليه السلام ما يبغي الإنسان أن يتركها، وإذا شاف من نفسه أنه ما يستطيع أن يصليها في آخر الليل يصليها أول الليل، لما يصلي العشاء ثم يصلي السنة المؤكدة ثم يصلي الوتر. هذا يعني الجواب على هذا السؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وعبادته وشكره وذكره، ونسأله سبحانه وتعالى القبول، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.